من عالم الطقس بقى إلى عالم التكنولوجيا. ما بين الحين والآخر بنلاقي تطبيقات جديدة بتبقى موجودة، ومنها تطبيقات بتبقى الهدف الرئيسي منها تجميع بيانات المستخدمين. ففجأة تلاقي ترند موجود على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، زي من فترة كبيرة كده الترند اللي هو بتاع تطبيق بتنزله وتحط صورتك عليه فيبين لك صورتك وانت عجوز كمان 20 30 40 50 سنة. لطيف، والناس بتبقى مبسوطة بالحاجات دي، بس دي واحدة من التطبيقات اللي بتجمع بيانات. هل ده موضوع سلبي؟ لا يصنف بهذا الشكل انه سلبي، لكن في تطبيقات اخرى بتبقى بدون دراية المستخدم مش بتجمع بيانات، لا بتاخد كل بياناتك بقى اللي على التليفون. وطبعا مين منا تليفونه المحمول ده ما عليهوش بعض الصور وبعض الـ مثلا كلمات السر الخاصة ببعض الحسابات، تفاصيل لها علاقة بالحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية. ده اللي حصل بقى لخبراء التكنولوجيا، اتكلموا عليه في تطبيق اسمه سيف تشات. سيف تشات بيخدع المستخدمين، لانه اي حد بينزل تطبيق جديد فبيطلع له الحاجات اللي بتطلع في الاول كده، اللي هو شروط الاستخدام، مش حدش بيقراها في الاغلب بنسبه 99%، محدش بيقراها وبتدوس ابروف على طول. فقالوا انه خبراء بقى التكنولوجيا والامن السيبراني انه هذا التطبيق بيخدع المستخدمين، لانه بعد ما بينزلوه ويبداوا يستخدموه هذا التطبيق بيحصل من المستخدم على اذن دون مبررات، بيتيح الاذن ده للتطبيق انه يسحب كم رهيب جدا من المعلومات، مش بس المعلومات والبيانات والصور اللي موجودة على التليفون، لا حتى المحادثات والرسائل، الرسائل النصية او المحادثات اللي موجودة على واتساب او على فيسبوك او على تيليجرام وغيرها من التطبيقات كده وبس. لا طبعا بقى ناهيكم عن انه بيسحب البيانات الخاصة بحسابات بنكية، كل المعلومات اللي موجودة على التليفون وما إلى ذلك. فبالتالي خبراء التكنولوجيا بيحذروا من هذا التطبيق، وعليه جوجل شالته من، لأنه أكتر موجود كان على جوجل بلاي وهواتف الأندرويد، فجوجل شالته. طب لما شالته خلصت المشكلة؟ لا، لأنه اللي منزل التطبيق لسه التطبيق هيسحب كل بياناته اللي موجودة على التليفون. في حالة زي دي الواحد يبقى عارف ازاي تطبيق جديد ممكن ينزله ممكن يضره ولا لا؟ طب اللي نزل التطبيق يعرف منين هل بياناته كلها اتاخدت ولا ما اتاخدتش؟ خلونا نفهم اكتر هذه الامور من المهندس احمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات. باشمهندس احمد مساء الخير. اهلا بيك استاذ رامي. اهلا بحضرتك. يعني معلوماتك بدايه عن هذا التطبيق اللي هو سيف تشات، هو يعني كارثي الى هذه الدرجه؟ حقيقه طبعا انا بحييك على طرح المعلومه، يعني معلومه زي كده او خبر زي كده، لان في ناس كتير جدا فعلا تبدا ان هي تنزل تطبيقات على شاكله التطبيق اللي حضرتك اسلفت الذكر عنه حالا، والتطبيق ده بالمناسبه تطبيق بيلم بعض المعلومات الحساسه جدا عن المستخدمين. يعني خلينا مثلا نقسم التليفونات بتاعتنا، لو في ثلاث او اربع صلاحيات مهمه جدا داخل التليفون واهمهم الكاميرا والمايك وحاجه اسمها درو اوفر ابس، درو اوفر ابس ده ان انا اي تطبيق بكون فاتحه على التليفون بتاعي هو له الحق ان هو يشوف انا يعني بعمل ايه على التليفون، الواجهه بتاعت الاستخدام بتاعي الفعلي اثناء ما انا بستخدم التليفون، ويقدر ان هو يشوف كل حاجه ايا كان بقى انا بكتب باسورد، بكتب باسورد فيزا مثلا، باسورد اي حاجه بتكتبها خلاص هو بيشوفها عنده على طول. الصلاحيه دي او البرميشن ده اسمه درو اوفر ابس، وده من اخطر الصلاحيات داخل التليفون، لان ده تحديدا الصلاحيه اللي بتمكن اي تطبيق ان هو كان انا بالظبط اللي بستخدم التليفون، وعنده امكانيه وصول تقريبا لمعظم التطبيقات الاخرى اللي بتكون مفتوحه. طبعا وسيف تشات من بين هذه التطبيقات؟ صحيح، من طيب عذرا يا باشمهندس، طب دلوقتي لو انا شفت تطبيق جديد والناس بتستخدمه وقررت ان انا انزله، ايه الحاجه اللي تخليني اقدر اعرف التطبيق ده هيضرني ولا مش هيضرني؟ هيسحب كل بياناتي ومعلوماتي ولا لا هو تطبيق لطيف ظريف بس مش يعني مش هيبقى اكتر من كده؟ طيب مبدئيا احنا عندنا ثقافه كده ان اي تطبيق على بلاي ستور بيكون امن وبيكون تمام وانا بنزله وانا مغمض. المعلومه دي خطا طبعا، لان للاسف في جوجل نفسها تكتشف بعض الـ الصلاحيات المريبه او بعض الاكواد الخبيثه في التطبيقات اللي احيانا جوجل بتوافق عنها بعد موضوع الموافقه الامنيه الخاصه بالتطبيق على مستوى جوجل بلاي وعلى مستوى السكيورتي. فهنا بنتكلم
ان لو عندك تطبيق على بلاي ستور اوعى تثق ثقه عمياء ان هو امن. طيب نعمل ايه؟ في بالنسبه للتليفونات بتاعتنا في طريقه من الاثنين، يا انا بنزل لها برنامج اسمه مدير صلاحيات التطبيقات، او بالانجلش كده اسمه اب بيرميشن مانجر. ده من الاخر كده بيشوف الصلاحيات المريبه اللي التطبيقات بتاخدها على التليفون بتاعي. يعني صلاحيه مثلا، خلينا نتفق ان برنامج مثلا وليكن مثقفه على التليفون بتاعي بيقرا، انا بقرا منه اخبار او تطبيق اخباري، ياخد صلاحيات ليه زي الصور، وياخد صلاحيات ليه زي الكاميرا، وياخد صلاحيات ليه زي المايك. انا كل اللي محتاجه واللوكيشن. منه هو ان انا بقرا حاجه عليه. فالتطبيق اللي انا اتكلمت عنه ده بيبدا ان هو يقارن طبيعه عمل البرنامج ده والصلاحيات اللي التطبيق ده بيحصل عليها. كويس. فبالتاكيد هنا بنشوف ان في تطبيقات بتكون بتحصل على يعني صلاحيات مش من حقها. مهيبه. كويس. طب طبعا ده هنا طريق، ايه الطريق التاني بقى غير التطبيق ده؟ ان انا ممكن من التليفون بقى نفسه هدخل على سيتنج، ومن سيتنج هدخل على بيرميشنز وهي الصلاحيات اللي هي داخل التليفون. دي موجوده في اي تليفون ايا كان، اي او اس او اندرويد، ايفون او اندرويد. طيب بدخل من خلالها وبدور بقى على الصلاحيات بقى داخل التليفون يدوي كده. انا بفتح بقى صلاحيات الكاميرا، اشوف مين التطبيقات اللي بتاخدها، اشوف ايه المايك مثلا، مين اللي بيقدر ان هو له اكسس على المايك كويس. بتاعي. كمان موضوع واقدر ده واقدر ممكن اقفلها. بالظبط طيب ده سؤالي الاخير يا ممكن. باشمهندس، دلوقتي لو حد نزل التطبيق ده اللي هو خلاص اتشال من على جوجل بلاي او بلاي ستور، لو نزل التطبيق ده وهيمسحه خلاص عشان فيه قلق، بس يعرف منين هل التطبيق ده خد كل بياناته ولا لسه ما خدش وهو في مأمن؟ هل في طريقة لده؟ التطبيق ده هقول لحضرتك، التطبيق ده زيه بالظبط زي تطبيق فيس اب اللي كان فيه تنزيل كبير جدا له من قبل المستخدمين، وكان بياخد صور الناس كلها يرفعها على السيرفر دلوقتي على سيرفرات خارجيه، وطبعا الذكاء الاصطناعي يبدا يعمل عليها عمليات تحليل واكثر من ذلك. يعني لو حاجه زي كده حصلت، فاحنا ضروري جدا نغير اي باسورد لينا في اي منصه كانت موجوده على التليفون انا كنت بستخدمها. ضروري جدا ان احنا يبقى عندنا اي برنامج انتي فيروس او حتى برامج السكيورتي اللي بتكون موجوده على التليفونات الحديثه حاليا، واللي بتكون الى حد ما ممكن شويه انها بتحد من خطوره ان يكون في اي تطبيق يعني ممكن يكون غريب. ودايما نبقى احنا فاهمين بس ان معظم التليفونات يعني بالنسبه للمستوى البدائي شويه، هي اهم حاجه فيها موضوع الصلاحيات، والصلاحيات بتكون اهم حاجه ان احنا فعلا نوقف اي حاجه غريبه او اي حاجه ذو نشاط غريب. لان خلي بالك برضه يا استاذ رامي، في للاسف تطبيقات تانية موجوده على التليفونات طبعا. يعني طب يعني اهم نصيحه للي نزل التطبيق ده وقرر خلاص لازم ان هو هيمسحه، انه بعد ما يمسحه يغير كلمات السر بتاعت كل حساباته. صحيح صحيح. تطبيقات بقى بيستخدمها فيسبوك وانستجرام وما الى ذلك، او الحسابات البنكيه. وده هيكون كافي جدا ان هو يخليه بامان بعيدا عن اي. نتمنى. اشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.